الرحمن الرحيم. هنا سؤال: شخص عنده مخزن للإيجار، جاءه شخص أول مرة يريد المخزن ثم تراجع عن أخذه، فغضب صاحب المستودع وقال لصاحبه: والله لن أؤجرك المخزن، أو لن أؤجره المخزن إن رجع. وبعد أسبوع رجع يريد المخزن. السؤال: هل يعطيه المخزن ويكفر عن يمينه؟ إخواني في الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين فوجد غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي التي هي خير. فهذا الشخص مطالب أن يكفر عن يمينه وأن يؤجر هذا الشخص. لكن هنا ملاحظات. الملاحظة الأولى أنه لا ينبغي له أن يحلف، فالله عز وجل يقول: واحفظوا أيمانكم. الأمر الثالث أن بعض الناس يقول: قال الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، فبالتالي لو حلف بغير الله لجاز، وهذا كلام باطل. فليس معنى هذه الآية كما يفهم هذا الشخص، وإنما معناها: لا تجعل اليمين مانعا لك من عمل الخير، وليس معناها لا تحلف بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر عن الحلف بغير الله، فقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هنا سؤال ملحق بالسؤال السابق: هل إذا أراد أن يستأجر المستودع ليجعله مكان لبيع الدخان جاز أن أؤجره؟ الجواب إخواني في الله من قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والدخان ثبت تحريمه، فبالتالي لا يجوز بيعه ولا يجوز أن أؤجر المحل الذي يبيع الدخان. ونحن نميز بين محلين: محل الأكثر فيه لبيع الحلال ولكن يعرض عليه الدخان، والحالة الثانية أنه الدخان هو الأساس، فبالتالي هذا لا نجيز أن نؤجره. بارك الله فيكم، والسلام عليكم.